كلام كتير لازم نتكلم فيه متعلق بمنتخب مصر وكأس الأمم الإفريقية، خصوصا بعد التعادل العجيب مع موزمبيق. طبعا الفقرة دي منورنا ومشرفنا فيها أحد كبار كباتن النادي الأهلي، يعني من الأسماء اللي عبر التاريخ ليها قدر مهول من المحبة والتقدير من قبل الجماهير الأهلاوية في كل مكان، كابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل يا كابتن أسامة. صباح الفل يا كريم، أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا. صباح الهنا يا كابتن عرابي، والله بنسعد بوجود حضرتك معانا. هو قليل وجودك بيكون بس يعني عايزين إن شاء الله الفترة اللي جاية تنورنا كتير. الله يخليك، صباح الخير عليك وعلى المشاهدين. هندخل دخلة يعني هنخلص فيها. عنوان فني، شوف انا ازاي بنقي كلامي، عنوان فني لمباراه امس. مصر اضاعت فوز سهل. طبعا اضاعت فوز سهل، يعني انه المتوقع في المجموعه دي ان موزمبيق تبقى الفرقه الاخيره في المجموعه ومش هقول حصلت المجموعه عشان برضو ما بقتش يعني الكره، لا ما بقتش يعني الكره فيها كده، الحسابات اختلفت لانه برضو الفرق الافريقيه الصغيره زي موزمبيق، زي ما امبارح لما نيجي نتكلم عن راس الاخضر، زي تنزانيا، زي بقى عندهم لعيبه محترفين في اوروبا كتير، ما كانش ده موجود قبل كده، يعني زمان من 10 15 سنه ما كانش فيه كده، لكن هتلاقي مثلا حتى فرقه موزمبيق هتلاقي فيه لعيبه في البرتغال، هتلاقي فيه لعيبه في فرنسا، هتلاقي لعيبه في، بقى الموضوع اختلف شويه، بقوا اكثر تنظيما، عندهم يملكوا بعض اللعيبه المهاريين، عندهم طموح اي فرقه طبعا صحيح. لكن المنطق والحسابات والتاريخ والامكانيات اللعيبه الفنيه وكله كان لصالح مصر، المفروض انه لصالح مصر. ده بديه يعني، انا هقول لو هسال نفسي السؤال ده بصراحه، حد العنوان بتاع مباراه امس شيء لا يصدقه عقل حقيقي والله، لا يصدقه عقل، ان ما كانش فيه استوديو تحليلي واحد عفوا بيقول ان بجد موزمبيق هتفوز او هتتعادل خالص، الكلام ده ما كانش يعني وارد اصلا ان هي اصلا تحرز هدف واحد فينا. لا هو المنطق والحسابات يا كابتن عرابي ما بيقولش كده. ما هو المنطق ان احنا اللي نكسب، زي ما انا قلت لك لو جيتي لتصنيف اللاعبين امكانياتهم الفنيه لاسعارهم اللي موجوده طبعا، الاماكن اللي بيلعبوا فيها، واحد زي مثلا محمد صلاح طبعا ليفربول ومن اشهر لعيبه العالم، تريزيجيه، مصطفى محمد فرنسا، مرموش المانيا، يعني حتى بقى اللي بيلعبوا في الدوري المصري خبراتهم كبيره جدا طبعا، فالفوارق كبيره، وده المنطق قبل الماتش ان مصر هي اللي تكسب. ولكن البطولات اللي زي دي بيحصل احيانا بعض المفاجآت، بعض المفاجآت في نتائج زي كده، لكن مش على البطولة. يعني مش هيحصل مفاجآت ان مثلا موزمبيق او الراس الاخضر هتاخد بطولة افريقيا يعني، لكن ممكن والله دلوقتي مفيش حاجة مضمونة. لا اتوقعها عادي. لا الكلام ده لما تكون فرقة واحدة قوية اللي موجودة، لكن لما يكون انت بتتكلمي على المنتخب السنغالي، على المنتخب الجزائري، على المغربي والله والتونسي كوت ديفوار على ملعبه، لا منتخب الموزمبيقي او المنتخب ده، المنتخبات اللي في المستوى ده لان تصنيف رابع هو دايما او حتى عمرها ما هتوصل للنهائيات، يعني في مساحه دايما لوجود مفاجآت بالظبط، مش هنختلف على ده. بس الحقيقه المفاجاه اللي ما كانتش في الحسبان واللي ما كانتش مرضيه بالنسبه لنا مش ان احنا شفنا اداء استثنائي من موزمبيق، المفاجاه كانت بالنسبه لنا ان احنا ما شفناش اداء متوقع من المنتخب المصري. دي الحقيقه، ده اللي بوخ المفاجاه في ماتش. مظبوط، انت يعني جيت على مربط الفرس، هي مش القضيه ان اتعادلوا، هو وارد انه يحصل، وشفنا السعوديه، مش قصدي طبعا السعوديه فريق كبير، بس كسب الارجنتين اللي هو بعد كده خد كاس عالم في نهايه البطوله، في بطوله كاس العالم اللي فات. طبعا الفوارق، مش بقول ان السعوديه يعني دوري قوي ولاعيبه مهاريين عاليين وبتاع، لكن اللي متوقع قبل الماتش ان الارجنتين تكسب بوضوح يعني، او مش ضروري بسكور بس هتكسب يعني. فبيحصل احيانا بعض المفاجآت، هي المشكله في الاداء، هو ده النقطه اللي كانت مستغربه، الاداء، خاصه كمان انت جبت جون في اول تقريبا دقيقه، مفيش يعني يعني دقيقه، فالماتش بالنسبه للناس كانت بتتفرج
يا اما على مزيد من الاهداف للمنتخب المصري للمنتخب المصري او على الاقل، وهي دي بقى النقطه الاهم، انك تحافظ على الفوز. مشكله البطولات الكبيره اللي هي زي الامم الافريقيه، اسيويه، كاس عالم، في فرق بتبدا برتم بطيء ولكن ادائها بيتصاعد 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 لغايه ما تاخد البطوله او توصل للنهائيات. ده وارد، بس انت ده ما حصلش معاك. انت جبت جون وكنت مسيطر الى حد ما على مجريات المباراه، بس ادائك ما كانش، كان في قلق. يعني انا كنت بتفرج مع مجموعه من زمايلي يعني اصحابي. طب ممكن كابتن عرابي استاذنك هنرجع للنقطه دي على طول، بس عشان زميلنا بقاله شويه واقف كريم احمد، وهنتابع معاه دلوقتي كواليس تدريبات طبعا الاهلي. كريم صباح الهنا عليك، وطبعا ليك وحشه كبيره جدا، بنسعد بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي. وخلينا نخرج من عباءه شويه المنتخب للنادي الاهلي، ونطمن حضراتكم عن الكواليس والتدريبات الخاصه. اتفضل يا كريم. صباح الخير عليكم، طبعا كل التحية ليك زميلتي العزيزة نهاوند والزميل العزيز كريم وكابتننا طبعا الكابتن أسامة عرابي. بالتأكيد طبعا يعني النادي الأهلي وهذه المرحلة مرحلة غاية في الأهمية، لأن هي مرحلة إعداد في وسط الموسم، ويمكن دي بتكون مهمة جدا لمستر كولر الحقيقة. يعني هقدر أقول لك النهاردة تدريب فريق النادي الأهلي يعني اليومين اللي فاتوا أو الثلاث أيام الماضية كان الساعة 3 عصرا، لكن يعني زي ما بنقول في تغيير شوية في الموعد بالنسبة للتدريب. النهاردة كان 10:30 صباحا، لكن في استعانة كبيرة جدا بعدد من لاعبي النادي الأهلي من قطاع ناشئين يصلوا الى 12 لاعب للسد النقص العددي. يعني الراجل بيحاول ان هو يعمل امور عديده جدا، سواء الشغل البدني او الشغل التكتيك، فبيحاول ان هو يكون في عدد وافر من اللاعبين. عشان كده النهارده بيصل الى 12 لاعب متواجدين مع فريق النادي الاهلي مع كل المجموعه المتواجده لاداء التدريبات. الفتره القادمه هتكون فتره مهمه جدا، يعني من خلالك انا هوندو من خلال 10 الصبح في الاهلي عايز اقول طبعا يعني النادي الاهلي خلاص يمكن تم الاستقرار بشكل كبير جدا على معسكر خارجي في الامارات. يعني ان شاء الله باذن الله يكون السفر غالبا يكون يوم 20، معسكر يكون 8 ايام، يكون في مباريات وديه، امر مهم جدا الحقيقه. ويمكن المجهود الكبير اللي بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي بالتنسيق مع لجنه الكوره مع مستر كولر عشان يكون في استغلال دقيق جدا لهذه الفتره، سواء استغلال فني او ايضا كمان ان انت تحاول يعني اللعيبه اللي طبعا سواء وسام الصفقه الجديده يكون في انسجام يخش طبعا مع اللعيبه بشكل كبير. فمرحله مهمه جدا الحقيقه خلال الفتره القادمه. لكن بعيدا عن هذا الامر ايضا كمان عندنا عدد من اللاعبين المصابين برضو، الفترة دي بالنسبة لهم هتكون فترة مهمة، لأن احنا محتاجين الفترة القادمة نكون يعني فول تيم زي ما بنقول. فعشان كده إن شاء الله بإذن الله المعسكر يكون موفق. الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا مع كل اللاعبين الحقيقة، سواء متولي أو عبد القادر وخالد عبد الفتاح الحقيقة، يمكن كمان الإصابة الأخيرة في العضلة الخلفية، كل اللعيبة الحمد لله يمكن يعني على أتم الاستعداد إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة. الأمور طيبة جدا لفريق النادي الأهلي بالنسبة للتدريبات، في حاجات كلها يعني مش هنقدر نقول حاجات فيها قوة وحاجات فيها بدني على قد ما هو في تدريج بشكل كبير جدا الحمل التدريبي. يا رب ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه وتحديدا معسكر فريق النادي الاهلي يكون في استفاده كبيره جدا، لان القادم هيكون صعب سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، وتحديدا ايضا كمان مباراه شباب الوداد الجزائري اللي بيستعد لها النادي الاهلي بكل قوه. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يستغل هذه الفتره بكل قوه ويعود من جديد لسلسله الانتصارات. بشكرك جدا يا كريم، بس قبل ما نختم معاك عشان برضو السادة المتابعين دلوقتي يطمنوا ويتأكدوا ان احنا عندنا قطاع ناشئين قوي، خلينا نعرف منك لو عندك معلومات عن تقييم مارسيل كولر برضو لبعض العناصر اللي انضمت من الناشئين للفريق الاول، يعني خلينا نعرف منك برضو ونطمن. يعني بالتاكيد طبعا الكابتن خالد بيبي له دور كبير جدا قبل طبعا وجوده فيه كمدير الكره، لان هو عنده رؤيه كبيره بعدد من قطاع الناشئين. وايضا كمان يمكن مستر كولر سواء ياسين المكاري المحلل الاداء او ايضا كارلوس طبعا مدرب فريق النادي الاهلي بيتواجد بصفه مستمره في قطاع الناشئين، بيتابعوا التدريبات بيتابعوا المباريات. فيمكن الانتقاء هنا كان مهم جدا، 12 لاعب الحقيقه موزعين طبعا على اعمار سنيه مختلفه. الراجل بيحاول في هذه الفتره ان هو يعني يطلع 2 أو 3 لعيبه في الفتره دي هيستغلوها بشكل كبير. عشان كده قطاع الناشئين لاعبي النادي الاهلي عليهم دور كبير جدا في هذه الفتره لاثبات الذات كالعاده، ان هو لاعب يستحق ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي سواء في قطاع الناشئين او ايضا كمان تكون عنده فرصه مهمه وكبيره جدا مع الفريق الاول، الحلم الكبير جدا لاي لاعب بيتواجد في قطاع الناشئين. كل اللعيبه الحقيقه اللي متواجده ال 12 لاعب تحديدا لاعبين مميزين جدا في هذه المرحله. لكن التقييم انت عارفه يا هواندي يعني مش هنقدر نقول كده لما نشوف في المباريات الوديه، نشوف في التدريبات اللي فيها كوره، لان انت عارفه يعني بتبقى امر مهم ان انت تكون مع الكوكبه الكبيره جدا دي، وفي نفس الوقت
انت تحافظ على نفسك وتحافظ على اللاعبين. فنقطه مهمه جدا الفتره القادمه ان شاء الله من خلال المباريات الوديه ومن خلال المعسكر كمان يظهر عدد من الناشئين يستفيد بهم النادي الاهلي بشكل كبير جدا خلال الفتره القادمه. فرصه جداً. فرصه رائع. كمان قبل ما نختم معاك يا كريم نعرف منك يعني بالنسبه لاخر المستجدات في النادي الاهلي طبعا وسام ابو علي وعرفنا ان هو انضم النهارده طبعا مع الفريق للتدريب، فشايف كواليس تواجده ايه وعلاقته بكل اللعيبه عامله ازاي؟ الحقيقه يعني زي ما بنقول لعيبه النادي الاهلي بخبراتها الكبيره جدا اي حد بيخش اوضه لبس النادي الاهلي او بيخش مختار التتش بيكون في انسجام سريع بالخبرات الكبيره والوعي الكبير جدا لعيبه النادي الاهلي. استقبال كان اكثر من رائع سواء من مستر كولر اللي كان في جلسه مهمه جدا جمعته بوسام الحقيقه، شرح له متطلبات النادي الاهلي ايه الفتره القادمه. النادي الاهلي بيطالب بكل مباراه بالفوز، كل البطولات لابد يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. الراجل عنده وعي كبير جدا الحقيقه وسام، سنه صغير لكن ثقافته الكرويه مميزه جدا، شفناه في التدريبات وشفناه في بعض الامور كده، لا اضافه ان شاء الله باذن الله. لكن كريم انت عارف يعني الحسم في هذا الامر وكابتننا طبعا كابتن اسامه يعني طبعا اكتر مني بشكل كبير في هذا الامر هي المباريات الوديه. المباريات الوديه هي اللي هتبين مدى الانسجام، مدى الشغف، مدى الرغبه الكبيره جدا لوسام، وايضا كمان عمر كمال الصفقه المميزه جدا اللي طبعا متواجده في منتخبنا الوطني وجوده كمان اضافه. فيمكن مجلس الاداره اشتغل بشكل كبير جدا وبهدوء على الصفقات في احتياجات الفريق فقط لغير، فان شاء الله وسام يكون اضافه، عمر يكون اضافه، وايضا كمان كل سكواد فريق للنادي الاهلي تكون الرغبه متجدده ويكون الاداء مميز جدا، لان جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي في كل البطولات زي ما قلنا سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. جدا جدا اشكرك انا وكريم اكيد على هذه التغطيه والتقرير الرائع جدا، شكرا زميلنا العزيز كريم احمد. نرجع بقى لماتش موزمبيق والسؤال التالي بيقول بقى ينفع كده يا كابتن اسامه؟ يعني على ايامكم كان ينفع يحصل كده منتخب مصر مع موزمبيق؟ حصل حاجات مشابهه حصل. واتغلبنا اول ماتش في بطوله امم افريقيا هنا ومصر خدت البطوله 86 من موزمبيق 86 موزمبيق او غير موزمبيق ما مش انا مش فاكر بالظبط مين اللي كسبنا، ولكن بتحصل في الكوره. ما انا لسه مدي لك مثل بالارجنتين اللي خسرت من السعوديه في افتتاح وفازت كاس العالم. هي الفكره زي ما انا قلت لك انه الناس وهي بتتفرج، يعني انا بقول لك كنت بتفرج مع مجموعه من زمايلي حتى الشوط الاولاني اللي هو مصر كانت الى حد ما ادائها افضل نسبيا من الشوط الثاني اللي هو يعتبر شوط سيء جدا. الناس متوقعه ان موزمبيق هتجيب جون، انت مخترق من ناحيه الباك اليمين من ناحيه محمد هاني، انت مخترق من ناحيه الشمال من ناحيه محمد حمدي، انت مخترق من عمق الملعب، انت الماتش ما كانش فيه اي نوع من الشراسه والضغط من المنتخب المصري سواء في النواحي الهجوميه او سواء في المحافظه في نص ملعبك انك توصل الكره للمدافعين بسهوله. كان المنتخب الموزمبيقي رغم امكانياته العاديه، انا مش هقول هو متواضع بقى، هو امكانيات عاديه، لا هو فيهم بعض اللعيبه معقولين يعني بيعرفوا اللي عندهم الموضوع التحضير والاستلام بس جت بسبب انك انت اولا على المستوى الفردي كل اللعيبه باستثناء مصطفى محمد اللي انا بعتبره عمل اللي عليه. صحيح. راجل صحيح. جاب جون، راجل عمل بناء ضربه جزاء وكان متحرك وكان بيحاول، يعني تعالى من بدايه محمد صلاح بعيد جدا عن مستواه، تريزيجيه بعيد جدا عن مستواه، حمدي فتحي بعيد جدا عن مستواه، النني بعيد جدا، زيزو بعيد جدا، يمكن يتحرك الشوط الثاني. هم جايين يبعدوا في بطوله مهمه زي لا معلش ممكن البدايه تبقى فيها مفاجاه، هي اصل هي مفاجاه مش تاني مش في النتيجه. انت في النهايه تعادلت، يعني هي كانت المصيبه هتبقى اكبر لو خسرت لانك كنت هتخش في حسابات. طبعا هي دخلت في حسابات معقده، ولكن كانت هتبقى معقده جدا لانك كنت يعني مطالب انك لازم تكسب غانا ولازم تكسب راس الاخضر عشان على الاقل تحاول تبقى اول او تاني. لكن التعادل سيء طبعا ونتيجه سيئه مع موزمبيق، ولكن انت الامل موجود كبير لسه كبير. لا بس خليك نهار بس عايزه مع حضرتك وحضرتك بتكمل اجابتك بس قيم لنا كمان، واحنا بنتكلم فنيا عشان ما حدش يفتكر ان ننتقد اللاعب نفسه، قيم لنا فنيا مين اللي كان عنده تقصير؟ هل حجازي كمقيفة بعض الاحيان؟ هل فيتوريا للخطه الموضوعه؟ هل المنتخب ككل ان انا ما بعرفش العب مباريات مقفوله؟ يعني انا حابه ده برضو حضرتك ضمن اجابتك تقوله لنا. هو ما انا قلت لك على المستوى الفردي ودي بتبقى صعبه لاي فرقه في الدنيا، ان لما يبقى 8 او 9 خارج الفورمه الطبيعيه بتاعتهم
دي علامه استفهام كبيره. لا وحاجه صدفه ان هي كلهم مع بعض. ما هو انا قلت لك استاذ مصطفى محمد والى حد ما يعني الشناوي. الكره الثانيه صعبه طبعا انفراد كامل. الاولانيه حط ايده فيها يعني فيها شك بس مطلع قبلها واحده من تحت العارضه كان محمد حمدي بيطلعها وكان هيجيبها في نفسه بس هو الاسماء نفسها كابتن. يعني دلوقتي حضرتك بتقول ايه؟ كل حضرتك قلت تقريبا 6-7 لعيبه مش في الفورم. ايوه ما انا اللعيبه دي لعيبه دوليه وبيلعبوا في الدوريات الاوروبيه واول مباراه لينا يعني يعني لو ما لعبتش انا هوند بمستواكي 100% لعبت 50% بس من امكانياتك هبقى في الفورم يعني شغل اكتر من اللي شفناه. ما انا قلت ايه؟ احنا الطبيعي ان احنا بعد الهدف الاولاني في اول دقيقتين انك تضيف اهداف والناس مستنيه كده. طب لكن ال- 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 الاهم من ده في بالذات في المجموعات انك تعرف تخرج بالماتش. يعني حتى على 1-0 انت ما عرفتش تحافظ على ده ليه؟ لان انا قلت لك على المستوى الفردي في 8-9 بره الفورمه خالص. تاني حاجه جماعيا انت كنت مفكك في ايه؟ انك ما فيش اي نوع من الضغط وتقارب الخطوط في النواحي الدفاعيه ولا حتى جمل هاني هاني الجناح الشمال والباك الشمال بيروحوا له بسهوله جدا. مفيش مسانده كبيره من زيزو. وانا هقول لك ليه من زيزو والنني انه يقفله معاه. الناحيه الثانيه محمد حمدي مخترق جدا. مفيش مسانده كبيره من حمدي فتحي وتريزيجيه معاه. فانت كنت رغم ان الشوط الاولاني جايب جون في اول دقيقه ولكن كانوا بيوصلوا للجون بتاعك بسهوله. بس هم ما كانش عندهم التركيز والقدره انه يستغلوا الكور اللي كانت بتجي لهم الشوط الاولاني والوصول بسهوله لمنتخب مصر. بس حضرتك بتتكلم عليه ده يعني اصل انت ابتديت كلامك يا كابتن اسامه بان ما كانش فيه شراسه. بس هو اللي احنا شفناه مش انعدام شراسه بقدر ما هو تراخي. ما هو بقى جيبها انعدام شراسه قولها تراخي تاكد من الفوز. حتى الجون في الدقيقه الاولى دوت وهم بيلعبوا موزمبيق اللي هي مفروض ان تبقى الاخير في المجموعه يعني. ممكن كل ده مع بقى زي ما بقول لك الحاله الفرديه اثرت على الحاله الجماعيه. مفيش حد في مستواه غير مصطفى محمد يعني عبد المنعم ماشي يعني ما اقدرش اقول بعد كده ما تحسش بحد في المستوى الطبيعي بتاعه. في نقطه خطيره حصلت في المباراه مستر فيتوريا مسؤول عنها ولازم ياخد باله منها الماتشات الجايه. هو بيلعب محمد صلاح بيلعب جناح في ليفربول ومفروض مثلا مصطفى محمد هو راس الحربه وتريزيجيه هنا. هو لما بيلعب زيزو بيدخل محمد صلاح للعمق عمق الملعب ما بيبقاش على الجناح. لا ما بيلعب احيانا كده ولكن التوليفه بقى بتاعت نص الملعب ما كانتش مترابطه اللي هو مين زيزو النني حمدي. النني بيلعب قدام حجازي ومحمد عبد المنعم. مع احترامي للنني ما عندوش القدره انه يبقى لوحده في الحته دي دفاعيا ويقدر انه يقفل المساحات عرض الملعب دي كلها ويغطي على هاني ويغطي الناحيه الثانيه. قدرات النني ما تسمحلوش بكده. النني يعني بيلعب اللي هو الاستلام والتسليم والقريب بتاع لكن ما عندوش شراسه في موضوع الضغط. فاللي بيحصل ان زيزو بياخد الجناح اليمين وصلاح بيخش للعمق ومصطفى محمد وتريزيجيه الناحيه الثانيه. اكننا بنلعب 4-2-4 او احيانا 4-4-2 بس زيزو ما كانش بيقفل كتير قوي للعمق وحمدي فتحي برده شويه بس ما كانش في حالته الطبيعيه. يعني ايه في اول مباراه برده مش حالته الطبيعيه؟ انا لا تحصل يا كابتن عمرو يعني انا مش عارف حضرتك يعني هقول لك على حاجه احنا مش قصه مش استوديو تحليلي على قد ما بنحاول نفهم من حضرتك ما هو الرؤيه. يعني ما اقول لك على حاجه انا اخاف على غانا جدا. ليه؟ ماتش غانا لان غانا جايه عايزه تعوض خساره وانا دلوقتي لو ظهرت بنفس المشهد اللي حضرتك بتشرحه لنا ده دلوقتي ما هو مش الطبيعي ان تظهري بنفس المشهد. ما هو مش طبيعي ان نفضل بنفس المشهد لانه مش طبيعي ان حاله لعيبه منتخب مصر تبقى فرديا كلهم وحشين فرديا قبل جماعيا اصل ومين ممكن المسؤول عن ده برضه؟ ما هو فيتوريا واللعيبه ما هو الاثنين. ما هو زي المكسب لما بيقول المدير الفني ناجح وبيكسب على طول وما خسرش ولا ماتش على فيتوريا
هو مسؤول، واللعيبه لان هي الادوات اللي بتنفذ. وهو انا مثلا فيتوريا اخطات في حاجات، معنى كده ان صلاح يبقى حالته وحشه قوي؟ معنى كده ان تريزيجيه حالته وحشه قوي؟ معنى كده انه حمدي فتحي يبقى حالته وحشه قوي؟ معنى كده ان زيزو يبقى حالته وحشه قوي؟ اختيار اللعيبه في المراكز اللي احنا ظهرت الاختيار... فيها كانت جيده، ولا المراكز دي كان المفروض يتم فيها تبديل اللعيبه؟ لا، هو الاختيار منطقي الى حد كبير، لكن هتقولي ممكن خطا في لاعب، خطا في اتنين على الاكثر، لكن انت حتى في الماتشات الوديه هو كان بيلعب في نص الملعب، امام عاشور الماتش الاخير ومروان عطيه والنني، وقدام الثلاثي ما بيتغيرش، ورا هم خط الظهر، ولاعب محمد حمدي مكان ابو الفتوح احمد فتوح. انا وجهه نظري ان احمد فتوح هو اللي يبدا، لكن محمد حمدي برضو ماشي قريب في المستوى، لكن احمد فتوح في نص الملعب. ناس كتير اتكلمت في التشكيل ده، يعني حتى نقاد او حتى ان زيزو مع مروان عطيه او نني ومعهم حمدي فتحي، يعني على زيزو مكان تامر عاشور امام عاشور امام. انا بتكلم يعني زيزو يعني مكان امام، يعني هو الراجل اللي انا عايز اقوله بس عشان بس في مباريات تسمح لده وفي مباريات تسمح لده، فده مش لا يقلل من احد. ما يعني هو برضو تاني، ما هو اصله هو الثلاثه اللي اختارهم في نص الملعب ناس كتير جدا كان ممكن يقول لك ان الثلاثه دول هم اللي يبتدوا. أيوة. هي الحاله اللي ظهروا عليها بالظبط. الحاجه الثانيه انه النني مع احترامي الكامل ليه ما يقدرش يلعب رقم ستة لوحده، ما يقدرش. دي ممكن تبقى المروان عطية، ممكن تبقى لو كان طارق حامد يعني في أيامه اللي هو كان كويس فيها يقدر يلعبها. فأنا قلت لك إيه اللي حصل، ناس كتير افتقدت وجوده بالمناسبة، ماشي. بس هو برضو الى حد ما من الناحية العمرية كده يقفل لك النص اللي انت بنتكلم عليه ده. لا، ما هو الحل بقى انك انت لما بتلاعب زيزو ما تلعبش النني، انت على الاقل تلعب امام مروان عطيه، لانه اكثر شراسه من النني في منطقه الرقم 6. هي بتدخل في الحسبه يا كابتن اسامه، انا اسف مقاطعه حضرتك بس عشان برضو النقطه دي ما تهربش مننا. فكره ان انت عندك لعيبه دوليه بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه الاهم والاتقل على الاطلاق، فعاليه وجودهم مجتمعين في المنتخب ما بتتحققش غير كل فين وفين. هل دي نتيجه ان هم ما بيقعدوش مع بعض فترات كافيه سواء في معسكرات او بيخوضوا مباريات وديه بعدد كافي بحيث تتحقق السيمتريه والهارموني ما بينهم؟ هل دي بتدخل برضه في الحسبان ان كل واحد فيهم منور في الدوري بتاعه بس جايين مع بعض من غير الفعاليه؟ بس لعبوا مع بعض سنوات كتيره قوي الماضيه، لا 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 يعني. لا، منتخبات يعني؟ المنتخبات العالم كلها كده، منتخبات العالم كلها كده. ده بالعكس، ده انت الى حد ما المنتخب المصري بيلعب ماتشات وديه، وزي ما انا وند بتقول انه بقى لهم سنين بيلعبوا مع بعض. انت في منتخبات افريقيه ممكن يكونوا في السنه كلها لعبوا ماتشين ولا ثلاثه وديين، وبييجوا برضو من انديه مختلفه. ده مش قصور بقاش يعني، ما بقاش قصور في التدريب. لا، عادي جدا في الماتشات الوديه الدوليه بيتجمعوا عشان يلعبوا في الماتشات الفيفا دي اللي هو اليوم الدولي اللي بيجيبوا ماتش ودي بيلعبوه. معسكرات بتبقى بسيطه جدا، قليله، يومين ثلاثه. المعسكر اللي قبل المباراه الرسميه اللي هو زي امم افريقيا كده بيبقى اسبوع 10 ايام، ده كل الدنيا كده. حتى في كاس العالم كده 15 يوم قبل البتاع، فده منطقي انه يتجمع من هنا وهنا، بقت طبيعيه. هي الفكره، انا قلت لك كل مره هرجع للنقطه دي، مش منطقي ولا متخيل حتى بالنسبه لفيتوريا ان حاله 7-8 يبقوا في أسوأ حالاتهم اليوم ده. ما هي برضه دي حصلت لنا في منتخبات، حصلت لنا مع النادي الاهلي، حصلت. طب اسبابها ايه يا كابتن عرابي؟ بيكون ما هي بقى اسبابها هو بقى اللي يراجعها، لانه هو عامل معسكر بقى له فتره، لعب ماتش تنزانيا الاخير بقى من اسبوعين ولا حاجه، قاعدين هناك بقى لهم اسبوع. هل المباريات الوديه والاعداد ده ما كانش الاروع واختيارنا للمنافسين اللي احنا لعبنا معاهم الوديات؟ لا، ولا ملهاش علاقه؟ لا، بس انا دايما بلعب مع مستويات ربما يا زي يا اقل، ايه الحكمه في كده؟ انا عايز افهم الحقيقه يعني. زي اقل حسب الفتره اللي انت بتعدي الفرقه فيها. يعني انا دلوقتي داخل على بطوله وناقص اسبوع،
او 8 ايام زي ما هو عمل لاعب تنزانيا، لانه مستوى الرابع او الثالث في افريقيا متوسط، وانت هتلعب بموزمبيق، وهو بس عايز اللي هو ايه بالتفنيشه الاخيره زي ما بيقولوا، ان مجمع ال 11 او ال 10 اللي هيلعبوا مع بعض في شكل مباراه تبقى مش شديده قوي عليهم، وبرده ما تبقاش بسيطه قوي. هو بس ايه التفنيش الاخير، لكن في مراحل تانية ممكن العب ماتشات قويه. ما هو لعب مع الجزائر، ولعب قبل كده مع بلجيكا، لما في بلجيكا قبل كاس العالم اللي فات، لما بلجيكا كانت بتستعد لكاس العالم. ففي وقت ممكن العب مع ماتشات مع فرق قويه، وفي وقت العب مع فرق متوسطه، وفي فرق العب في وقت العب فيه مع وفي فرق وقت بزنق نفسي فيه ما بعرفش العب مع مستويات تفيدني. اصله هو لو احنا قعدنا نبرر الماتش ده هتلاقي 500,000 مباراه. لا احنا بس ما بنبررش، احنا بنحاول ندرس الحاله كلها. ما هو انا ما هو انا عشان كده انا بقول لك، عشان كده انا بقول لك النواحي الفنيه اللي حصلت. النواحي الفنيه ايه؟ حاجه جماعيه وحاجه فرديه. فرديا قلت لك اللعيبه كلها ما كانتش في الحاله الفرديه الجيده بتاعته. يعني هل ده مستوى محمد صلاح انه يباص الكره 10 مرات غلط؟ مش ممكن. هل دي حاله تريزيجيه اللي هو جهده غير عادي في الماتشات مش باين خالص كانه مش بالزبط. موجود؟ هل دي حاله حمدي فتحي اللي مش تايه في نص الملعب؟ هل دي حاله والله هو الجماهير بس اللي زيزو كانت في حالتها غالبا امبارح؟ يعني ماشي، ما هو طبيعي تقريبا. طب انا هقول لحضرتك حاجه، الكاس الامم الافريقيه اللي فاتت، الامم الافريقيه اللي فاتت منتخب المصري مش في احسن حالاته، وصل نهائي. الدوره اللي قبليها منتخب المصري مش في احسن حالاته، وصل نهائي. الدوره اللي فاتت تحديدا فيها كلام كتير جدا. أيوة. يعني رغم كل التذبذب اللي حصل في الاداره كمان. ماشي، يعني انا اقصد المنتخب المصري برضو مع كل اللي احنا بنقوله ده، هو في الدوره اللي فاتت وصل نهائي، والدوره اللي قبليها وصل نهائي مع الكاميرون، وهو اكتر فريق واخد البطوله، وهو ده مكانه الطبيعي على فكره. يعني ما هو طبيعي، بس هو وارد انه يحصل اخفاق، وارد. هل هو الاخفاق ده هيستمر؟ هي دي النقطه المقلقه اللي جاي مبدئيا. ما هو ده، هل الاخفاق ده هيستمر؟ لو استمر هيبقى هنا بقى في علامه استفهام كبيره. لكن فرض ان الاداء تحسن والاخطاء اللي هي وقعوا فيها اتصححت، اللعيبه ظهرت بالحاله الطبيعيه بتاعتها، مش هقول لك ال10 لعيبه اللي في الملعب، او سيبك يعني من غير الحارس المرمى، مش ال10 لعيبه، 8 يبقوا كويسين في حالتهم الطبيعيه، لكن 8 او 9 يبقوا في حاله بره الفورمه الفرديه، وبعدين كمان جماعيا الراجل مع حاجات من عنده ما عرفش يطلع بالماتش بالثلاث نقط. هي دي النقطه الخطيره. عشان كده برضه كابتن اسامه التفصيل اللي حضرتك ذكرت فيها مصطلح انعدام الشراسه. في ناس شافت ان دي يعني القتها كتهمه على فيتوريا شخصيا. طبعا يعني في ناس شافت ان هو ما عندوش الشراسه الكافيه في اختياراته وفي البوزيشننج، تمركز اللعيبه وفي خطته اللي اللعيبه بيلعبوا بيها، هو اللي فقد الشراسه مش اللعيبه. في ناس شافت كده، انت شايف يعني ايه؟ يعني اولا اختياره للعيبه، لا هو تقريبا بنسبه فوق تعدي ال 95% اختياره سليم. اختياره للعيبه بنسبه 95%. انت لو حسبت بره اللعيبه اللي هو اختارها كم واحد المفروض يستحق، ممكن تقول حسين الشحات، ممكن تقول محمد شريف. مين؟ في ناس قالت هو طارق حامد قال اعتزال، ناس افتقدته كتير. ما هو طارق حامد قال اعتزال، هو اللي قال انا يعني معتزل دولي وبتاع. بس فعليا بقى في اختياراته بالنسبه للمباراه في اللعيبه اللي موجودين، عادي جدا انك انت ممكن تلعب كده. هو الحاله اللي كانوا فيها هي اللي اثرت على كده. انا قلت لك في نقطه فنيه صغيره انا قلتها فرقت كتير جدا في المباراه، اللي هي انه محمد صلاح بيخش للعمق وزيزو بيلعب على الطرف، وبقى النني وحمدي مش في حالته، النني بقى عايز يغطي عرض الملعب ده في ماتشات دوليه زي دي صعب جدا عليه. لازم يبقى زيزو قافل معاه، لازم يبقى حمدي فتحي قافل معاه، لازم يبقى صلاح قافل معاه، لازم يبقى تريزيجيه. في نواحي شرسه في النواحي الدفاعيه، انك تخفف ال الخطوره اللي عليك على محمد هاني. محمد هاني امبارح متساب، يعني الناس رايحه جايه من ناحيته، نفس الشيء محمد حمدي، نفس الشيء
فهي كان في تفكك طبعا مسؤول عنه فيتوريا في جزء منه، انه زي ما قلت لك انا لما اكون واحد لوحدي يبقى لازم يبقى مروان عطيه، انا بتكلم في الموجودين. ايوه طب يبقى مروان عطيه، لما يكون ماتشات اتقل من دي لازم يبقوا اتنين عندهم النواحي الدفاعيه اقوى من كده. بس هو كمان انه حمدي مش في حالته، زيزو مش في حالته، نني مش في حال، مش حاله كويسه، مع الثلاثه اللي قدام باستثناء مصطفى محمد تريزيجيه. انت بتتكلم في 8 9 لعيبه، فدي مشكله. فهل هي بقى هتعالج في ماتش غانا ولا لا؟ لانه المفروض موزمبيق دي هي الفرقه الاسهل في الثلاثه. يعني احنا شفنا امبارح ماتش راس الاخضر وغانا كان اعنف من الماتش بتاع مصر. هي دي بقى النقطه اللي بقول لك عليها، كان في رتم اقوى واسرع من بدايه المباراه من الراس الاخضر. غانا ما ظهرتش بالحاله الجيده قوي غير في الشوط الثاني، ولكن برضو مش منتخب في المتناول. يعني انا شايف ان الراس الاخضر هيبقى هو الاخطر في المجموعه. يعني ممكن جدا لو مصر ما كسبتش غانا ممكن الراس الاخضر ده يتصدر المجموعه يعني. بس غانا برضو هيبقى قوي طبعًا، لان طبعًا هي عايزه تعوض. لا وهي عايزه تعوض الخساره اللي حصلت لها ومشروع. فيعني لا يعني الوضع كله اقول لحضرتك مقلق، كل الماتشات صراحه مقلقه. ما هو اي ماتش في اي بطوله لازم يبقى مقلق. اللي رايح ياخد البطوله او يلعب على البطوله لازم يعرف انه تركيز طول الوقت، اهتمام طول الوقت، كلام طول الوقت. يا ريت عندنا وقت. ولا وعشان كده لانه بيخلص يا كابتن وزان. انا بقول عشان كده بيخلص. انا بقول ليه كده؟ لانه في فرق كتيره في كاس العالم، في امم افريقيا، في امم اسيا، في البطولات المجمعه بتطلع تدريجيا. ده مش معناه ان انا بقول ان انا امبارح المنتخب ادى اداء سيء. طب. اداء سيء بالذات الشوط الثاني. اولا الشوط الثاني غلط غلطه كبيره جدا بعد ما جه هدفين فينا، مكوم 3 4 مهاجمين جوه ال 18 وبقينا نعمل اي اوفرات شمال ويمين وانت وحظك عشوائيه كده، اللي هي بقى ايه اللي هو انت زي ما جيت ضربه الجزاء اللي هي ده مش مفروض يبقى اسلوب لعب فرقه كبيره. طبعا المفروض اسلوب الفرقه الكبيره حتى لاخر ثانيه يبقى في تحركات في الجانب اليمين، في الشمال، في اختراقات من العمق، في توسيع ملعب. انت هتحس ان المنتخب المصري كان كل همه لما نزل عمر كمال والناحيه الثانيه مرموش انه يحاولوا يلعبوا كور جوه ال 18 وخلاص. احنا يعني استنى الماتش غانا يا كابتن اسامه بس هو ده هيحصل ايه، ولازم تيجي تنورنا ونشوف بقى وقتها ونقيم في استدامه في التراخي اللي احنا شفناه امبارح ولا الاوضاع اتحسنت كما يعني نامل كلنا. هو ده المهم، هل الماتش الجاي هيبان وجه اخر للمنتخب المصري ولا هتفضل الحاله دي؟ لو فضلت الحاله دي انت بره البطوله من بدري. للاسف الشديد. للاسف الوقت كمان جري. كابتن عربي والله نورتنا. الله يخليك. وانا على المستوى الشخصي استمتعت بالقراءه حقيقي. شكرا ليك جدا. شكرا. اشوفك على خير باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.